أخي رحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين من كل دار وديرة وأنا أخم نيرة. الله يمسيكم بالخير بمناسبة دخول عامنا الجديد. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لي ويبارك لكم أخواني المتسابقين، وأن يكتب لنا اللي فيه الخير، وأن يكتب لنا اللي فيه الخير، وأن يجعله عام مليء بالإنجازات لنا ولكم بإذن الله. وخير الكلام ما قل ودل، وما دام العام الجديد حل علينا أبشروا بجلسة جديدة. يعني والله نذركم في مونتاج من فريق دعمي، الله يبيض وجيههم، إهداء لي ولكم يا أخوان المتسابقين. نتمنى من المخرج إنه يعرضه ونشاهده سوا. شوفوا نايف الرفيدي لم يمر عليه اليوم وبداية العام الجديد كغيره، بل جعله يوما مميزا لنفسه وأصحابه ومن هم خلف الشاشات، ليفتتح مكانه الجديد وملفى صحبه. وهل اكتفى بتميز يومه؟ بل جعل لمكانه ارتباط بما يحب وما غرم به، ومن استفز قلمه وكتب عنه الشاي دم الغزال انسال في بيالة الشعر. وإذا حضر الشاي بلذته لا بد من شبة النار وحضور حكايا الماضي الجميل وأكله وقصص الأجداد وألعاب التراث والذي لأبيات الغزل. فكونوا بقرب الشاشة دائما وتمتعوا بجلسة هي عنوان للمتعة والألفة، فيا رب بارك. جعلني الله نادر استريحة. جعلني حجة وانا خمنيرة. لبا الله كبد. استريحوا يا الربع، وفيها الآن هدايا بسيطة لكم، نتمنى أنها تنال على أرضاكم وإعجابكم. على كل هدية مكتوب كلمة، نتمنى أنكم تعطون وتفيدون المشاهدين بالكلمة هذه. والآن أباخذ 5 أشخاص هنا بسبب قل الوقت، والباقي إن شاء الله في الجلسة نأخذ أسمائهم. تفضل معي الشاعر المبدع فلاح بن فراج القرقاح. الله يبقيكم طول عمرك. مرحبا يا ابو فراج. تربي يا نوم عيني يا بري. الله يبقيك. نلعب قزوعي. عش يلا كيف الحال؟ خذ اللي يجي اللي يجي. بسم الله والصلاح. نعم. النوايف يتمنون لكم كل التوفيق. أول شيء قبل لا أتكلم عن الصلاح، اللي فهمته في كلمات متعددة وحنا نسرد على حسب الكلمة اللي موجودة. صحيح. الشيء الآخر أسأل الله العظيم القدير أنه يجزاكم خير على المبادرة الطيبة، لا أنت ولا قرب دعمك. رحم الله والديك. يعني على ما قال مبادرة هكذا المبادرات ولا فلا، هذا اللي بقوله. شلبوك فالجل. والأمر الثاني بيض الله وجهك أنت، عز الله انهم حطوا ثقتهم في رجال كفو ويستاهل. ما عليك مثلتهم خير تمثيل. واسال الله لك التوفيق. يعني والله ايه. ودي اني على ما قال درت بالمبادره قبل، لكن انا مثلكم توني ادري، كان على نضبط الامور، لكن بخلص منها وبدخل ابدل ان شاء الله. الكلمه اللي عندي الصلاه. الصلاه اقدر اقول انها هي ما نختلف انها عمود الدين، ولكن الصلاه تعتبر كل شيء. كل شيء غير انها غير الامور الدينيه. الإنسان الغير ملتزم بالصلاة بتلقاه ما هو ملتزم في أموره الثانية. اللي يقصر في صلاته لا تستغرب أنه بيقصر في رفيقه، وبيقصر في قريبه، وبيقصر في والدينه. فبختصر الكلمة عشان أخويا، وبقول الصلاة كل شيء في حياتك. والله ليهنك يا عبد الرحمن. يا المكلم. الله ليهنك يا فلاح. والآن مع الشاعر الجميل خلف القحطاني. عنده حصانة. يا نوم عيني. مرحبا. الله يبقيك. سلام عليك. خذ لك هدية. عليكم السلام. خذ لك هدية.
تتكلم عن الكلمة اللي فيها. لا ما تخير خلاص اللي فيها. أبشر طعامك. أول شيء الله يمسيك بالخير يا أبو عبد الرحمن. الله يمسيك. والله لا يهينك وبيبوجهك على ذا المبادرة الطيبة. وأقول مثل ما قال أخوي فلاح، أما تكون مبادرة كذا ولا فلا. والله لا يهينك أنت ولا قلوب دعمك. ولا قايل. أنا الكلمة اللي عندي الاعتذار. الاعتذار يا طوال العمار من شيم الكرم ومن شيم الشجاعة، ما يعتذر إلا الشجاع اللي واثق بنفسه. هذا بالنسبة لك لقدك مخطي ولقدك مخطل عليك، فمن شيم الصفح قبول الاعتذار. سلام. سواء اعتذار صديق، سواء اعتذار محبوب، سواء اعتذار أخ، سواء اعتذار عدو، فالواجب على كل شخص أن يقبل الاعتذار. أقول في اعتذار المحبوب، وش بقى عندك من الاعذار؟ قل لي سلا. يوم كبدي بارد اعذارك دبالها، ولا تفهم اعذارك إلا قلبي اللي كل ما جات المعاذير يقبل. الله السلام. الله يهينك. صح الله. صح الله. مبدع مبدع. والآن مع النجم الجميل محمد بن ناصر. يا نوم عيني يا قطر. عادي. أحس أنكم تجون من بعيد. أي والله. الله اللي مرحبا يا أبو ناصر. خذ لك هدية. اي بدينا نتخيل. انا وانت توهق. اول شيء اعيد واكرر، نحن بدون افرقه الدعم ما سوينا شيء. نعم. نجاح المتسابق من نجاح افرقه الدعم. صحيح. وهذا يعني افرقه الدعم قاعدين يردون كل يوم على الاشخاص اللي يتكلمون على افرقه الدعم. والله يبيض وجيههم، فريق دعمي وفريق دعم نايف وفرقه دعم الشباب كلهم. صحيح. فالله يبيض وجيههم على المبادرة الطيبة. وأنت يا أبو عبد الرحمن ما هي بقريبة عليك. يعني. أما الكلمة اللي عندي الوفاء. الوفاء من 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 شيمك يا أبو ناصر. يعني والله بداك. الوفاء والله إني ما أدري وش أقول فيه، ولكن إنها لازم إنك إذا أنت عرفت أنت لك شخص إنك لازم إنه تكون فيه لص، لأن الشخص اللي ما فيه وفاء ما جميلك ما راح يبضع فيه. عزوه انك صح. يعني والله يبوك في الجنة. وياك جاني. الله لا يهينك يا ابو ناصر. صفقة لابو ناصر. تعال. والان مع الشاعر المبدع الجميل الانيق الامبراطور وليد البحيح. عظيم. عاشت اياكم. نوم عيني يا تربه. نوم عيني يا قحطان كله. جاني بداك. يا مرحبا يا ابو ناصر. تبقى يا مرحبا. يلا حاجه يا مرحبا ابو ناصر. كلمه في الهديه تكلم عنها، شيل الهديه اللي تناسبك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الصدق. الصدق. اي الصدق. اتوقع ان ما حد من في احد ما يعرف الصدق. الصدق من جاه. الصدق من جاه بكل شيء، والصادق يحبها الله قدام خلقه، واللي ما هو صادق ما في خير. عذر هنك صادق. اي والله اني صادق. عذر هنك صادق. انا اللي عندي. جاني بداك. صافي قال ابو ناصر. جاني معلم. بزين فيها بيتي ان شاء الله. طيب. والان مع النجم الجميل اللي جانا من الكويت واثبت نفسه. تحيه للكويت. نوم عيني يا الكويت. ضاري سنيد. عطوا عطوا. يا مرحبا سنيد. مرحبا يا الله يحييك. كيف الحال؟ طيب. الله يحييك. تفضل. انا ما ابيها منك، من يدك. من يدي؟ ايه. طيب. الله الله. قبل كل شيء بيض الله وجه فريق دعمك على المبادرة الطيبة. أنا والله ما أدري شنو داخلها، لكن نبي نقرأها لكم إن شاء الله تبارك الرحمن. يعني نوايف كل يوم يبدعوننا وشيء، كل يوم يجيبوننا شيء.
اي بالله جديد وانت تستاهل، عسى الله يوفقهم. لا بس عشان الوقت لو تعطينا الكلمه اللي داخل. طيب الوطن، الوطن شيء عظيم ما يحس الواحد بوطنه الا لمن يفارقه ويروح عنه بعيد ويسافر عنه ويغترب. صحيح. فالوطن شيء عظيم ولا بد ان نضحي ونفدي ارواحنا لاجل الوطن، وما عندي كلام غيره. يا نوم عيني يا الوطن. جاني بدك تاكد انك بين ربعك واخوانك يا ضاري. احب ابارك لكم بالعام الجديد، والله يوفقنا وياكم في هذا العام الجديد. الاشخاص اللي ما دعيت اسمهم، الاشخاص اللي ما دعيت اسمهم بنتوجه للجلسه الان وندعي باساميهم واحد واحد. تفضلوا معي على الجلسه. إمبراطور، إمبراطور. عشان ننتهي من الأسماء استريحوا يا الربع، استريحوا. جعلني والله نذرك، هذه ما هي بجلستي يا نايف، ذي جلستكم أنتم يا أخواني. طيب الآن مع المنشد اللي صوته جميل وكل أبونا نحب صوته، سامة بن عوضة. مري ومن صلب يا عمي عشاقة المستحيلة. الله يبارك. سامة أخي. سامة أخي نواك تأخذ لنا. أبشر بالسعد. أنت السعد. الأخت، أول شيء الله يبيض وجهك أبو عبد الرحمن. وجهك أبيض جعلني وجعلك تسلم وجعل يسلم فريق دعمك. ما يقول يا والشيء الزين والطيب ما يستغرم الرأي. جعلك في الجنة. والديك جعلني معك. مكتوب لأخت، الأخت هي سند الرجال. مهما سويت أنت، مهما طرت أنت، مهما وقعت أنت، والله ما ردك أن تجي تشاور أختك. أختك هي أمك الثانية. هذا اللي عندي والله. يعني يا سلام يا سلام. الآن مع الجميل اللي جانا من الشمال، شقران الشمري. سعد. الله اللي مر علي. يا الله أحلى من طعمه. ما له دخل. هو يقول لازم اكمل له. كبير، الكلمه كبيره. الصديق، اول شيء الصديق وقت الضيق. الصديق هو اخوك، هو سندك، هو كل شيء بعد الله لك من الدافع المعنوي. الصديق يا قافلك يا أخي، كلام كثير جداً عن الصديق. الصديق معناه
هو اللي يصدق معك، هو اللي يشاورك، هو اللي يدلك، هو اللي يجديك. والمعنى الحقيقي والمتواجد انت، هو معنى الصديق يا شباب. الله شكرا لك يا الجنة، واشهد انك انت والرجال ذولا خير اصدقاء في ذمتي وخير من يمثل الصداقه. يقول صديقي اللي ما تغير هالايام، انا اشهد ان خوته رزق من الله، دائم يقول ابشر ودندن وقدامه لا هو يداني الذل واهل المذله، ما غيرته شهور وايام واعوام ولا لحقته من هرجه القوم، خله كانه علمنا شامخ بين الاعلام وما ينتكس لو ينكس الكون كله. والان مع الجميل اللي دائما متالق سفير الوقف في عتبه ما قدر غير رب العالمين، عامر منير. الله اللي مرحبا يا مرحبا ومسحة. الله يبقيك ابو منير. انا ويش خذ هديه، في كل هديه كلمه. اختار الاسم اللي ابيه يعني؟ لا باخذ عن الصدقه. ان شاء الله تعال. وين بتروح؟ ما ادري وراح اتكلم عن الصدقه. السلام عليكم. اسعد الله مساكم بكل خير. الصدقه الله الله. او بتكلم عن جمعيه البر اذا يسمح لي. تفضل. طيب بالله جلس بس دقيقه. سيف موجود؟ تفضل. تعال يا سيف. خلهم سوا صفقه سيف. تعال يا نوم عني يا سيف. حيث العصر. الله اللي مرحبا. يا ليت تنقذني. تعال انا بدورك ضايع. الله اللي مرحبا يا سيف. خلص خل سيف بس ياخذ له هديه. اخذ لك صدقه. طيب يا الربع اسعد الله مساكم بكل خير. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام. الاجر مضاعف. انا والله هذا عايفين وانا ويضحك ما ادري ايش سالفته. الوكاد. الاجر مضاعف. شنو؟ تفضل. ابشر. السهم ب 150 ريال. كفالة يا رجل الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، خلوني اهرج. خلوه يتكلم. اعلمك وقف الصدقه الجاريه كفالة يتيم، السهم ب 150 ريال. لا هو بواجد الا والله يزيدك. تكلم يا سيف. انا عايم فيه والله يضحك، والله اني تقرج. اسلم يا سيف. اضيف على كلام اخوي عامر، والله يمسيكم بالخير، والله يعطيك العافيه يا ابو عبد الرحمن على المبادره الطيبه. الله يعافيك. اللي ما تستغرب منك. ف اللي بضيفه على كلام اخوي عامر ان ما نقص مال من صدقه، تصدقوا وعسى ربي يبارك لكم في حلالكم ومالكم وعيالكم يا رب العالمين. والواحد يقدم الشيء دامه على قيد الحياه، ولا ترى الدنيا فانيه وما يبقى لك الا الاثر الطيب. واسال الله لي ولكم التوفيق يا رب العالمين. الله يجزاكم خير. الله يبارك وجهك يا ابو عبد الرحمن، لا انت لا القائمين على الشغل هذا ولا فريق دعمك، بيض الله وجهك. يعلمك في الجنه. اشهد بالله. ويا نوم عيني يا فرقه الدعم. اي والله. تستاهلون. الله يعطيكم العافيه. لا انت. ولا انت ولا انت. والان مع الجميل مهند بن فردان. ابو غمازه. بسرعة يا الربع عشان ننجز. ما شاء الله. أول شيء الله يبيض وجه فريق دعمك ولا يهينهم. الموضوع يتكلم عن الوالدين. أبوك وأمك دايم هم عصبك في الحياة. أن طعتهم فابشر بالخير. وأن طلعت من شارهم لا والله ما تبشر بالخير. هذا الشيء الاول. والشيء الثاني ابوك وامك دائما خليك تحت رجليهم مهما كان السبب. ضربوك حبوك سبوك في النهايه هم امك وابوك. سلام. امك الجنه تحت رجليها وابوك قد هو ابوك قلت من ظهره قلت بترفع اسمه. هذا الشيء. اما الشيء الثاني فالله يبيض وجهك يا ابو عبد الرحمن ولا يهينك ويجمل حالك. وجهك الله عين. الان مع النجم الجميل محمد بن سراج. تفضل يا ابو سراج. الله يعافيك.
اول شيء الله يبيض وجهك وجهك وجه فيك دعمك عز الله انهم كبروا فيك الهق وانت تستاهل كبار السن ايش اقول كبار السن كبار السن هم جنه الدنيا والله اني اقول صادق الحكمه والكلام والصدق وكل شيء في كبار السن يعجز التعبير عنهم والله يطول اعمارنا وعبار كبار السن ان شاء الله والله يجزاك خير طول عمرك يا الله نذرك والان النجم الجميل اللي جاء ومثل سلطنة عمان خير تمثيل محمد العواسي ويا نوم عيني يا عمان ويا نوم عيني يا قحطان بشوف من نظارة زيارة المريض زيارة المريض مسيت بالخير والنور أول شيء عامر منير ومحمد ناصر تبادلوا في المكانات شفت المدرس يوم يبدل سووا صدع زيارة المريض زيارة المريض صدقة زيارة المريض مواساة علاج للمريض نفسه صلة رحم بتزوره بتشفي فيه وايد اشياء النفسية عنده تتغير 180 درجة كيف وانت تعطيه كلمتين او بينك وبينه علاقة مخوة صداقة تعتبر من ضمن الصدقات الضرورية لزيارة المريض عسى الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين ان شاء الله ويجعلنا من زائرين ومحافظين على 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 الصدقات وعلى المناسك الطيبة يا رب وشكرا الله يجزاك ويا نوم عيني يا نايف طيب امون عليك يا خلف جعلني فداك بس هنا قرصان وجريش ومرقوق صلى على النبي اللي يدي اسمع يا الربع خذوا راحتكم انا بجيك الرجال لو اجي مكان والان مع النجم اللي صوته جميل احفظ صوته وكانه يستخدمها على الكمان احمد الشمري ابعد حي ابعد سبد انتم النجم اللي بكانا ابعد راسل سب حياك الله يا مرحبا يا ابو عبد الرحمن احمد المحسن الاسلمي الشمري والله اللي بنعم الله يبيض وجهك يا الصحه يا احمد اولا قبل الصحه الله يبيض وجهك انت وفريق دعمك ومجملين كلكم الصحة وش نقول بالصحة يا الربع مع البرد هذا ما بقى صحة لكن يعني الصحة والله ما ادري وش نقول بالصحة يا نايف ولكن يا ربع وش نقول بالصحة الصحة نعمة من الله ما فيها شك ما فيها شك لكن انا قاعد ادور لي شيء بيت اصرفه لكن الصحة الواحد طال عمرك يحمد الله على الصحة والعافية. عز الله انك صادق. والصحة ما في مثلها بهالدنيا. الصحة والعافية احمد الله كثير عليهن ومشكور طال عمرك. تدري وش الصحة؟ اي الصحة جمعتكم في ذمتي ذمتي. عجيب. الله عجيب يا مال العافية. صلوا على النبي الربع. والان مع النجم. صلوا على النبي يا الربع الان مع النجم هو ينح هو انا شفته اليوم كامل الا الحين ما شفته في واحد منكم ما ما ما, ما بعد شفته هذا خبز تنور طال عمرك الان مع النجم الجميل عايض الزايد والله ندق الكرك والله احسن من كرك محمد الناصر استوردوا يا الربع جايني فداكم سام ما شاء الله ما شاء الله وش بيض الله وجه النوايف يلا يا عاد وش بيض الله وجه فريق دعمك النوايف بيض الله وجيهم وجيه فريق دعم كل الشباب الموجوده
استغفار، تغفير الذنب، توفيق بعد الله سبحانه وتعالى. يعني مستحفة. تفضل يلا ها لبيك. تفضل ها يا شوف يا الربع. تفضل يا الربع من بعد اذنكم بس لو نسمع الكلمه اللي يقولها. كله كله من ولد بحيح، انا ماني شغل. كله من ولد بحيح. عندك عندك اول مره اشوف مرقوق. عندك والله بس خلاص ختمت كلامي كله والله. وبيض الله وجهك وبيض فريق دعمك. والله يوفقك يا حبيب اخوك. الله يوفقك. والاستغفار شيء عظيم يا الربع. والان مع النجم الجميل اللي لابس اصفر معاذ الغرابة. ابوكم الطيب. معاذ ترحب مليون. حياك الله. يلا حيا الله. الله يسلمك. كيف امورك؟ عشانك الله يعافيك. معاذ النظافة وش تقول في النظافة؟ اول شيء الله يبيض وجهك انت وفريق دعمك، ولا هي غريبة عنك يا نايف، مبدع ومتألق وصاحب شعر وابداع وابحار في الكلمات. بيض الله وجهك. عطنا في النظافة في الاسلام والجاهلية. لا النظافة شيء حلو، والمكان الواحد ما يرتاح الا اذا شاف المكان نظيف. انا اتكلم عن نفسي وعن الشباب الموجودين هنا كلهم، يمكن قد شفتني اكثر من مرة ولا اكثر من الباقيين. احب انظف، فالنظافة شيء جميل، والله يجعلنا نظيفين في الظاهر والباطن والين يوم نبعث باذن الله. وبس والله الله يبيض وجهك. وجهك يا نايف. جاني فداك لا انت. ونعم في الجاهليه وفي الاسلام يا نايف. جعل ابوك في الجنه ومن يسمع. الان مع النجم اللي صغير في العمر ولكن كبير قدر وكبير عقل، عبود عبد الله القمي. مرحبا يا عبد الله. يلا حي. الله يبقيك عافيك. اول شيء اقول الله يبيض وجهك يا نايف. وجهك ابيض. والله يبيض وجه فريق دعمك النوايف، وعز الله ما هو مستغرب عليكم العلم الطيب. اي والله العظيم. جعل ابوك في الجنه. هنا يقولك القران. وش اقول وش اخلي عن القران؟ القران هو كلام الله عز وجل. كلام من؟ كلام الله عز وجل. الآن لو أجيك وأقول يا سعود ولا أي شخص، أبي أجيب لك شخص ذو مقام ذو مكانة وبيكتب لك كلام رسالة وبيعطيك إياه، هل بتحفظه ولا لا؟ تحفظه صح؟ تقول لي والله أرسل لي يول فلان الفلاني وبتوريك الواحد، تقول عان هذا كاتب إياه فلان الفلاني. فعاد كيف كلام الله عز وجل واللي هو ملك الملوك وفيه الشفاء فيه البركة فيه كل شيء. فالله بكتاب الله عز وجل، والله يجزانا ويجزاكم خير، وشكرا لك يا نايف، شكرا لفريق دعمك، والسلام عليكم ورحمه الله. جلبوك الجنه. ما ادري والله اني ما ادري وش داخلها. ان شاء الله ان شيء نال رضاكم باذن الله. طيب والان مع النجم اللي جانا من بيشه ماجد الشهري. قال ايش؟ ها؟ عرضه. ايه ها؟ ماجد. حياك الله يا ماجد. الله يفقيك. الاحترام. الاحترام مطلوب في كل شيء. بينك وبين اخوك. بينك وبين أختك ورفيقك وصديقك. إذا ما في احترام فلا في محبة ومودة. الاحترام يجي قبل كل شيء. الاحترام هو والله اللي يرفع قدرك عند الرياجي ويعزك. لا ما أقفيت عند الصبح ما بيقول والله أن عنده دراهم ولا أنه كاريزما، والله أنه محترم. الله يرحم شيبانه ويبيض وجهه، ربه تربية حسنة. أحسن شيء بدك يقولونه فيك، ولا يقولون راح الله لا يرده البعيد. الاحترام واجب. والله انك محترم. والله يطول عمرك. جاني الله يبداك. جاني يبداك. وجهك ابيض. جعل ابوك في الجنه. الان مع النجم الثاني الجميل اللي من بيشه حمد الاكلبي. يلا القم القم يا حمد. والله يوفق عدوك.
الإسراف. الإسراف. الإسراف يا الربع قولوا لا إله إلا الله. صلى على النبي. شكرا الله بالخير. والله يبيض وجهك يا أبو عبد الرحمن. وجهك يا أبو. جمل حالك. وجهك. الإسراف في كل شيء ما هو بزين. ضاري اسكت علي بالله ضاري خلنا هرج. الإسراف ما هو بزين يا الربع لا في الماء ولا في النعمة كلها. و يا سلام عليك والله يبيض وجهك والله جاهلك تازلم صامقة صامقة يا الرب الآن مع النجم اللي جاينا من جنوب المملكة موسى الفيفي موسى يا موسى 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 يا موسى أدينو قل لك قل لك قل لك موسى اختار يمين ولا يسار لا توصية ها اختار تيمن وما استطعت الأخ جت اي والله اولا شكرا لك يا نايف العفو يا حبيبي انت وفريق دعمك الجميل الله يطول بالك المتميز المتفرد بافكاره بيض الله وجيههم وانت تستاهل ما سوى هذا الشغل الا وانك تستاهل وكفو قدها كعلبك في الجنه الاخ النعمه الكبيره بعد فقدان الاب انا ابوي متوفي من وانا في ثالث ابتدائي وسندي وعضي اللهم امين وسندي وعضي هم اخواني الله يحفظهم ويطول باعمارهم واكيد مالك بعد توفيق الله وبعد الاب الا اخوك صحيح ف يعني استطراد بسيط قلتها ببعض الشباب ما اطول على بقيه الزملاء او المسابقين اول ما جيت اقدم هنا سويت المقابله رجعت واخواني مطلعين لي سجل تجاري مستاجرين محل مجهزين البراند قالوا تفضل هديه لك افتح مشروعك اخواني بيض الله وجهك عذرا انت تستاهل تستاهل الطيب والان مع النجم الجميل خالد السلي في شاهي جاهز حيا الله ابو حمد الله يبقيك الحمد الحمد لا 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 الفرق حقك ثقيل سواء حزن سواء فرح سواء اي شيء في حياتك لازم انك تحمد الله وتشكر صحيح. الله لحب له عبد ابتلاه في اي شيء يصير بيض الله وجهك بيض الله وجه فريق دعمك والله اللي تستاهل شو الشغل عدل شو الشغل الله الترتيب يا ولد الله يرحمه عرفنا العيال شو العيال تقول كلهم شوف شو الجلسه الله يبيض وجيههم وفريق الدعم ما يقصرون معنا جميل تستاهل تستاهل يعني ذاك يعني ذاك الان مع النجم الجميل اللي اتوقع ان الكل اتفق على جمال صوته نواف بن طارق شكرا عمال مقدم انا يا ولد ابي العب يا رجال لبى الله قلوبكم ارحب يا مرحبا يا ارحب يا اخو منير الله يبقيك صله الرحم صله الرحم يا جماعه الخير اللي ما يصل فيه ارحامه ما في خير لا في نفسه ولا في خوياه ولا في معارفه صحيح فمن الواجب يا الربع ان نصل ارحامنا شيباننا عمالنا عماتنا خالاتنا الانقطاع ما هو بزين ولا أنا باللي بوصيكم صلة الرحم يا الربع والله يبيض وجهك لا أنت ولا قروب دعمك يا أخو منيرة والله لا يهينك يعني والله أفداك لا أنت يا حبيبي الآن مع الجميل ولا بنخلي في الختام لأن ختامها مسك الآن مع الجميل سعود الوازي عطى طرد الله وش عندك اختار يمين ولا يسار يمين
هذه يسار. اختار يمين ولا يسار. هذه يمين حتى. سلام. انقل يسار. أول شيء الوقت. الوقت. الوقت ثمين يا الربع. أنا أشوف أي واحد تحصل له فرصة بهالزمن يغتنمها. لأن الوقت والله العظيم إنه يركض ركض. وما تقدر تلحق عليه. والوقت كالسيف. الله بيض الله وجهك ابهرني. بيض الله وجهك انت وقروب دعمك. عز الله انكم ما قصروا. جعلك سعادة طويلة يا حبيبي. والان صلوا على النبي يا الربع. هنا نقدر نقول الان مع الجميل فيصل بن طلال. لبى قلوبكم لبى قلوب. خلاص يا ربع طلع. مقدم على اضروب. طيب انا ليه حطيت فيصل بن طلال اخر شيء؟ لان ختامها مسك ولا قصر فيكم. لبك موتكم جميعا. الوداع. صلى على النبي. لا توادعني وانا ماني بطيب، خلني لين اتعافى وانت وادع. لا توادعني وانا ماني بطيب، خلني وانت وادع. من غلاك من العرب قمت اتحه، وانا من قوم دون القنادة. غير قدام تدانى وتهيب، طلبك وادخل عليك أدع. يا حبيبي كان ظنك ما تخيب، في سلوم العشق مال الشوق. وهني من شافك قريب، سمع صوتك رجلي قوي وجادة. رجلي بيض الله وجهك. صح الله أبداكم جميعا. شكرا شكرا. العفو يا حبيبي. للنوايف بيض الله وجههم. بيض الله وجهك. شغل متعوب عليه وشغل جبار. ومثل ما قالوا الشباب، هذا هذه الجلسات ولا فلا؟ بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. يعني بذاك لبيه يا نوم عيني يا النوايف. بيض الله وجيهكم جميع يا الربع. صلى على النبي. بيض الله وجيهكم جميع. واتمنى ان الهدايا نالت اعجابكم. والله لا يهينكم يا النوايف. ما ادري انا طلعت في الكاميرا منت. الله لا يهينكم يا النوايف. بيض وجيهكم. والله يجعلني عند حسن ظنكم. وهنا انتهت الفقره والجلسه هذه بيجي فيها شيء واجد. شلو شلو. لا 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 تابعونا واتركوا الباقي علينا. واقعيتنا على الواقع. واقعيتنا على الواقع. اعطونا شارع يا رب. واقعيتنا على الواقع جميله. التحدي والتنافس والفكاهه والثقافه والاصاله والنزاهه والنصايح والبساطه والنباهه. واقعيتنا على الواقع جميلة.
نتجدد في البرامج تابعونا والحلو ما هو بزامج بمجال ابداع لا الابداع دامج وقعيتنا على الواقع جميل وقعيتنا على الواقع جميل وقعيتنا على الواقع جميل بزنس اثنين التحدي يا جماعة مستمر في كبر قدره وارتفاعه ولا يفوتك حتى حقنا والله اني انا اللي طالبه ما عليك هقول انا مدير ها لا ايوه انا لا مين اول انا ولا هذا انا محمد عيال عندك كلمه اسلم اسلم محمد في اثنين نفر هنا ما صوت واضح صوت واضح يا ولد يا زعلان نبيك ما نبيك تطلع مع ابراهيم جاي بكلمك اي انتبه عجيب الماء سقي الزرع لو كان بالبل والوصل سقي الحب لو كان دقه ترى المحبه يا المحبين تذبل الحب مثل الزرع بتحب سقه ايضا ازيد على ذلك رساله من جروب دعمي لي كن واثقا متحدي الصعاب فما زال خلفك طريق طويل لتصل الى هدفك تأكد وثق تماما أن خلفك جمهور ومحبين وداعمين لك ينتظرون إبداعك يا نجم وإن ولأن الليل طويل مع نسمة برد وريحة شتاء وفرنا لك عزبة الأيام الممطرة يا ناموني جعلني إبداعك الله لينكم قزعي قزعي يا الربع قزعي اللي يعرف قزعي يجي ها